السلام عليكم. فيديو هذا يا خويا باش نطلب السماح من سيدي الشيخ ماجد، نقول له سامحني وسامحنا معناتها توانسة الكل اللي قلنا فيك ربيع كلمة ولا كذا، رانا غالطين فيك وراه حرام علينا اللي عملناه معاك يا خويا الشيخ. انت راك كان بداش بيك ما نجموش نعيشو، ربي يلحقنا ببركاتك وإن شاء الله يا سيدي الشيخ تعفو علينا، وإن شاء الله ربي يسامحنا باش ندخلوا للجنة. سينو فهمتي بلاش بيك يا سيدي الشيخ رانا باش نمشيو لجهنم طول. يا سيدي الشيخ منين تحب نبوسوك من راسك من جبينك من عرفش من دقنونتك من ساقيك على حصولك ساقيك كل شيء مستعدين ليه كل شيء يا بابا شير. راهو بعد ما ريت وطويكة في القناة التونسية كالرجال كالرجال الأولى كيفاش يا بابا شير كيفاش يا سيدي شير فهمت لا والله التوانسة الكل شكري بالعيد الله يرحمه غالط فيه فهمتي ولا الحاج إبراهيم مسكين فهمتي ولا عمتها غالط فيك معناتها إن شاء الله ربي يسامحك. ومرت شكري بالعيد مسكينة زادة كلي غابتة فيك يا شيخ، ومرت محمد إبراهيم معناتها أنت مبارك الفحلة كنت باهي زي ما تطلب السماح الكلام اللي قالته فيك يا سيدي الشيخ في النهضة، وإن شهود معناتها شهداء نتاع الوطن معناتها من الجيش والشرطة كنت أنت خطيب يا باب الشيخ. وكدي هذوكم اكدي كان ولادك كنت كتاب ما عادش ولادك يا سيدي الشيخ، انت غلطت فيهم انت كنت كنت مستبنيهم كنت داخل كاو طلعوا ماهوش من دمك يا سيدي الشيخ. كنت يا سيدي الشيخ بعد ما رينا الجماعة اليوم كيفاش كي في القناة التونسية كنت وكل ولاية سمير كنت حنين كنت كيفاش كنت مسح ليك كنت وقداد السيد هذاك فهمتني اللي ماهوش رحاس بالكل ماهوش منافق بالكل فهمت كذا كيفاش وك البارود كيفاش مفجوع منك يا سيدي الشيخ قدامك هو قريب معناتها كنت يعمل هكا ومسكينك الشيخ داخل اللي جاي فهمتني مسكين حتى اللي ضاع فيها جملة فهمتني سيدي الشيخ ملينا كان نسجدولك ونركعولك فهمتني تونس راهي نتاعك يا سيدي الشيخ ويا ويح اللي يتكلم فيك ربع كلمة دور أنا بون يا سيدي الشيخ. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توا هذه رجال هذه، توا هذه بلاد رجال يا ناس، ريتوهم الطحانة كيفاش. نقول لك يا شيخ يا مجرم يا منافق يا ساقط فهمتني، واللي إجرامك معناتها عبر التاريخ معروف، أما صح عليك تعرف برشا طحانة موجودة في هذه البلاد، ذا بروف الطحانة الموجودين اليوم واللي كيفاش، وكلها طحانة وبرشا طحانة، ما مشى فيها كان الزوالي والناس اللي باعت رواحها فهمتني من أجل بلادها تحسيب معناتها تدافع على وطن وعلى رجال معناتها فهمتني، باش اليوم تولي أنت سيد الشيخ ونبصوك كراسك، لكن من اعتز بغير الله ذل، تونس اللي فيها بلاد طحانة كما هذوكم السماح. لكن نقعد ندافع على بلادي اسمح يا تونس اديو بعد ما نشوف طحانه كيما هذوكم وسامحوني في الكلام اليوم فهمتي على خاطر ريمو شيء مش معناتها يهبل مش شيء كذا فهمتني، اللي تشوف اقزام انذال او باش كيما هذوكم فهمتني لا فهمتني وسي الباشي قايد السبسي اللي عملناه فهمتني بعث لي ولده فهمتني على اساس فهمتني باش يقتلوه وجايب لي لي بروف كيفاش باش يقتلوا له بوه اللي ولاو توا فهمت كذا ولا ذا وذا كذا، لكن نبقاو نحن زواوله خاطر ولاد الحفيانه فهمتني ما نطمعوا في شيء فهمتني، اما حسيبكم ربي وربي لازم باش يخلص منكم الحق يا منافقين الكل فهمتني ولا، لكن باهي انا توا اللي ريتهم معناتها مشاو كانوا مع بن علي توا تقلبوا معناتها مع سيد الشيخ فهمتني ولا، باش غدوك كي يمشي سيد الشيخ ما عندهمش واحد ثالث باش يمشيو له خاطر معناتها سايب ما عادش ينجموا فهمتني
فهمت كشفت امورهم باغتو مع بن علي وتوي كفن على خاطر قلبت البيس املي اي شرها عشان يموت راجل فهمتني يا انذالي او باش مسكينه تونس مادام فيها طحانه كما هذوما فهمتني ربي قد الخير فهمتني سامحنا يا سيد الشيخ غطين معاك يا سيد الشيخ نطلع عليكم وكم شرجال غطين حاشا ما نسمع اللي ترى ريتو فضيحة في التونسية اليوم كنت مدام على الدنيا السلام لا حول ولا قوة إلا بالله تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس شو تقول لا تحيا رجالها ما تمش رجال أقلية 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 وتاكل الأعصاب يحيى ونساء تونس الطفولة وشبابها هذا بدك كم ثم ناس باش يمنعوا تونس ونساء والشباب نتاعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.